للمزيد من التعليق ينضم إلينا من بيروت العميد إلياس فرحات الخبير العسكري. سيد إلياس، أهلا بك معنا في هذه الجولة في الصحافة العالمية. كيف قرأت عسكريا سيادة العميد هذه الضربة، وهل تتناسب مع الضربة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل؟ هذه الضربة بعد أصدر قادة إسرائيل تهديدات رد على إيران، أبلغوا الولايات المتحدة وبعض الدول بقرارهم، مع أنه بالأمس أرى نتنياهو الموساد في إشارة منه أنه سيكلف الموساد هذه الضربة، وفعلا تبين أن هذه الضربة هي من داخل إيران وبطائرات كادركوبتر، وهي نوع من طائرات المسيرة الصغيرة والتي يمكن تحميل كمية من المتفجرات عليها، وسبق شبكة علاء داخل إيران أطلقت مثل هذه الطائرة على مصنع ذخيرة في أصفهان في يناير 2023 وأدى إلى انفجار في المنطقة. لم يعلن عن كيف هذه الشبكة، ما تزال موجودة واستطاعتها مثل هذه الطائرات المسيرة، لكن حسب رواية الإيرانية أنه أطلق ثلاث طائرات وأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهذه الطائرات. بما أن هذا الهجوم جاء من الأراضي الإيرانية، من داخل الأراضي الإيرانية، فأنه لا يعتبر اعتداء خارجيا، وبالتالي المشكلة في إيران هي أمنية وليست دفاعية ضد اعتداء خارجي. وأعتقد أن إيران في هذه الحالة سوف يعني تعزف عن أي رد على إسرائيل وتتطلع إلى الداخل إلى الشبكات التي يمكنها إطلاق مثل هذه المسيرات، وسبق أطلقوا السنة الماضية وأطلقوا اليوم. نعم. طيب سيادة العميد، إذا ما تحدثنا عن نوعية الأسلحة المستخدمة، أنت قلت أن هذه الطائرات أطلقت من الداخل الإيراني، حتى الساعة لم يعلن الجانب الإسرائيلي يعني تبنيه لهذه العملية. كيف برأيك سيكون أو احتمالية الرد العسكري الإيراني؟ هل هنالك من احتمالية للرد والتصعيد المقابل؟ لا أعتقد أن إيران سوف ترد، سوف تلتفت الداخل لترى هذا الخرق الأمني الذي تكرر. طبعا نحن نعلم أن هناك يعني خرق أمني كبير داخل إيران، سبق أن تم اغتيال علماء في المفاعلات النووية ومسؤولون كبار، أيضا سبق وأن تم اغتيال مسؤولين عسكريين داخل إيران، وأن يعني انفجارات حصلت في منطقة كرمان وأدت نحو 200 قتيل منذ بضعة أشهر، والتي يعني تبين أن وراءها جهات أجنبية وخصوصا في إربيل، وكان رد الإيراني على إربيل وتدمير المبنى التي قالت سلطة إيرانية أنه عائد للموساد الإسرائيلي في إربيل. يعني هناك مشكلة أمنية داخل إيران، ليست مرتاحة، هي تحت الهجوم الإسرائيلي والأمريكي ومعظم أجهزة مخابرات العالم حول تقييد الاستقرار في إيران. يعني هذا ليس جديدا. أما فيما يتعلق بالرد الدفاعي العسكري فلا أعتقد أنه وارد له. طيب سيادة العميد، يوم أمس أيضا قامت إسرائيل بقصف بعض المواقع داخل سوريا، وبالتالي هل ترى عسكريا أن هذا من باب التعمية على عملية عسكرية تقام في مكان آخر؟ هذه المواقع التي قصفت بالأمس هي تقصف لأول مرة، هي مواقع قريبة من الحدود مع إسرائيل، خاصة في منطقة درعا وفي منطقة مطار السلة في السويدة، والمستغرب أن تقصف، ربما ركزت فيها السلطات السورية أجهزة رادار في مطار السعلة وفي منطقة درعا، وهذا ما تريده إسرائيل. عادة إسرائيل تقصف مناطق في محيط دمشق ومحيط حلب والساحل السوري، حيث تعتقد أن هناك مخازن أسلحة وصواريخ لسوريا أو لإيران وحلفائها. طيب سيادة العميد، إذا ما تحدثنا عن الإمكانيات العسكرية، الآن هنالك خبر يتداول من CNN عن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن إسرائيل غير قادرة على
يعني فتح جبهة جديدة أو الاستمرار بحرب جديدة أو فتح دخول طرف آخر إلى الحرب، بالإضافة إلى ما يجري هنالك في غزة. بالتالي التساؤل هنا، إن لم تكن قادرة إسرائيل على حرب أخرى أو فتح جبهة جديدة وفق المعطيات العسكرية لديها، ما الذي يدفع القيادة السياسية للدفع إلى التصعيد والقيادة العسكرية ترى أن ذلك صعبا على إسرائيل؟ يعني منذ 7 أكتوبر هناك تخبط إسرائيلي. إسرائيل بعد 7 أكتوبر غير إسرائيل المنظمة البراغماتية التي لديها خطط من قبل. هناك تخبط في الرد على غزة وفي الهجوم على غزة بشكل عشوائي من دون أي استراتيجية ومن دون سيادة العميد إلياس تكتيكية. نعم نعم عفوا الصوت انقطع. نعم عفوا اكمل اجابتك. نعم نعم، يعني بعد 7 اكتوبر اسرائيل تغيرت، لم تعد ماتيه التي لديها خطط وعمليات ولديها استراتيجيه. هناك تخبط في معالجه ملف غزه، هناك اعمال انتقاميه وتدمير وقتل اكثر ما اعمال تكتيكيه لتحقيق اهداف عسكريه. الامر نفسه ينطبق في لبنان والان في سوريا. أما عملية التصدي للهجمة الإيرانية فقد قادها الجنرال قائد القيادة الوسطى الذي حضر إلى إسرائيل ومكث يومان فيها. تم فيهما تنسيق الدفاعات الجوية والقوات الجوية ووصلها في قاعدة أمريكية في إسرائيل في منطقة هاركلين في النقب. هناك قاعدة ورادار ومركز قيادة أمريكي هو الذي قاد العمليات. لا يمكن لإسرائيل أن تهاجم إيران ولا أن تدافع عن نفسها من هجوم إيراني بدون تدخل أمريكي واضح من القيادة الوسطى. العميد إلياس فرحات الخبير العسكري كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.